تقرأ القرآن وتحفظه على إيدين هذول الجهلة الوصوليين المتسلقين الشيوخ السلاطين. شكون أقول لك يا أحمد؟ الرسالة الأساسية اللي أنا بدي أوصلها هي السلطة الدينية المزيفة مع السلطة السياسية اللي هي عمليا خلقت السلطة السياسية اللي خلقت السلطة الدينية المزيفة. تعي اليوم تعي نروح على سوريا الشام، مين اليوم مستلم الأموي، مستلم المساجد الكبيرة؟ شيوخ السلطان. تعتقدي أنه في دين إسلامي صح اليوم بسوريا؟ مشان ما نفهم غلط، تعتقدي في دين مسيحي صح بسوريا؟ طول ما خطبة الجمعة تجي من فرع المخابرات هذا دين باطل، طول ما خطبة وعظة الأحد عند إخواننا المسيحية بتجي من المخابرات هذا دين باطل. هذا اللي عم نحكي فيه. بجوز بعض الناس يفهموا للعرض أنه نحن عم نتهجم أو عم لا، نحكي نحن على الدين اللي دعمه البعث والسلطة والأسد ووائل آخره، الدين الببغائي، الدين لا تفكر لا تطلع برات هذا الكادر بتسقط. والمهدرين المساكين هيلا مطوع من كتر التعب والشاولة والغم، عم يطج ويركع ودموعه على عرض خدوده من كتر الزهر والخوف والتقى والتعبد. ايدي بزنارك يا سيدنا الشيخ تشفع لي عند رب العالمين. خرب والله 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 هي اخر مره انا زنيت. لك ايه افتح عبدك يا مدام دلال، لك ايه افتح عبدك يا مدام دلال، ايش امي له اياه ولا سيدنا الشيخ اللي تتربع شو يا ضروري كل ما بدك تنهجري تجي تهزي له بدنه شيخ على هالسمعه وبيدك بشاي. انا ما كتير بحب خيار المونودراما كمونودراما ممثل وحيد على الخشبه، لكن برجع بقول لك انا هو مجبر اخاك لا بطل. اليوم نحن كممثلين صرنا بدول الشتات، يعني حتى لو اذا انا بفرنسا وفي عندنا كذا فنان بدنا نشتغل شيء، هو بشمال انا بجنوب هو بغرب، انا ما عاد نحسن يعني نجتمع بمكان واحد. خليني اقول هذا العرض مبدئيا في له افاق ان شاء الله، في عرض نص انكتب هلا مفاجأة هي خليها بعدين، اعتقد حيكون كمان ان شاء الله مؤثر ان شاء الله. الحقيقة هو العرض موجود عم بينعرض كان بفرنسا الفترة الماضية، باعتبار نوار صديقنا هو احد اعضاء حركة ضمير وانا بصفتي نائب المنسق العام لحركة ضمير، حبينا ننقل هي الفكرة لمجتمعنا السوري باسطنبول، حبينا نعمل رسالة فيها نص متفاعلين مع الناس معه من زمان ما حضروا مسرح، من زمان ما تفاعلوا مع شخص أخذوا منه فكرة مباشرة. هذا كان هدفنا، قدرنا بكل إمكانياتنا البسيطة صنعنا مسرحنا بإيدنا، أنجزنا مهمتنا بتفاصيل صغيرة أنا ونوار وأصدقائنا، والحمد لله أمور تمام. وأنا شفت تفاعل الناس مع العرض رائع، إن شاء الله تكون وصلت رسالتنا إن شاء الله. ميز كاف الله يرحمه، مي جزء من عقل الضمير، مي صوتنا كلياتنا، مي أنا كتبت نشفت بعروقنا مي، بس إن شاء الله فكرة ما بينشاف. ونحن مثل ما قالت نحن إن شاء الله مع هاي الثورة لحتى نموت أنا وياكم. نهدي العرض لميز كاف.